السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعلم اللغة التركية مع لين. واليوم مثل ما شفتوا في العنوان، هذا الفيديو خاص بجمل تركية ممكن أنه نحتاجها في حياتنا اليومية. رح نبدأ بأول جملة. إي يابمشسن، إي يابمشسن، ياب مش سن، ياب مش سن، معناها بالعامية عملت منيح. إي ياب مش سن. بونلاري هاك اتتن، بونلاري هاك اتتن، معناها استحقيت كل هذا. بونلاري هاك اتتن. هاكسز سن، هاكسز سن، هاك هو الحق، هاكسز بدون حق، هنا ضفنا سز معناها بدون. إذا هاكسز معناها غير محق، يعني هو أو هاكسز، ولكن لما نقول هاكسسن معناها أنت غير محق. أو نستطيع أيضا أن نقول لست على حق. Anlamadım bir şey var. Anlamadım bir şey var. Anlamadım bir şey var. Manaha hunaka şey lem efham. Anlamadım manaha lem efham. Anlamak huwa el fahm. Anlamadım. Hena lemma adafna lma ba'd anla أصبحت نفي، يعني لم، ثم أضفنا د اللي هي لاحقة الضمير، عفوا لاحقة الزمن الماضي، بعدها أضفنا حرف المي واللي هو لاحقة الضمير بان، فأصبحت أنلمدم، لم أفهم، عكس أنلدم. سنها بارد الجان، سنة haber edeceğim. Seni haber edeceğim manaha sofa ohberok. Seni hiya harful kaf yani li zamir muhatab anta. Wa haber huwa al khabar, edeceğim sofa aqumu. Bana oyun oynadı. Bana oyun oynadı. معناها بالعامية لعب علي. بنا هي علي، وأيون هي لعبة، أويناد لعبة. إذن بنا أيون أويناد معناها لعب علي. على كام بلي يوك، على كام بلي يوك، ليس لدي أي علاقة، أو ليس لدي حتى علاقة، يعني بأمر معين. أزيلجيك بشيوك، أزيلجيك بشيوك، لا يوجد شيء للزعل أو للحزن. نيكادار ميراكلسن، نيكادار ميراكلسن، نيكادار معناها كم، يعني كم القدر، وميراكل معناها فضول، ميراكل، وميراكلسن معناها فضولي، أنت فضولي.